احنا لما نقول الوافدين ولا العمالة احنا نقصد الآسيويين. الفهد تقصد المصريين في كلامها؟ اطلاقا لا. انا ما ابرر لها، انا والله العظيم اتكلم بالحق وبما يملي علي ضميري. هل تتوقع احنا في الكويت ولا احنا في السعوديه ولا احنا في الامارات راح نساوي عامل بنغالي بعامل مصري؟ اعوذ بالله. هل راح نساوي عامل هندي بأخ من السودان ولا بمصر ولا من أي دولة عربية، إن كان مهندس إن كان دكتور إن كان ميكانيكي إن كان شو ما كان؟ إطلاقاً ولا 1% لا يمكن. احنا من بلد التسامح، احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي الحمد لله رب العالمين فيها اكثر من 200 جنسية تعيش فيها، احنا عندنا كل الاعراق، كل الالوان، كل المذاهب، كل الديانات، كل اللهجات، كل اللغات، عايشين بسلام ومحبة. احنا ننشر محبة، ننشر سلام، والله العظيم ما عندنا عنصرية، ما عندنا ان فلان احسن من فلان. انا كم حلقة عندي اقول احنا ما عندنا شيء في الامارات اسمه مواطنين ووافدين، فما بتنجحون باللي قاعدين تسوونه عشان تشوهون سمعتكم.